كلياتنا بنعرف انه نسبة البطالة تزيد، واصبح الطلبة الشغل الشاغل لديهم هو كيف يجدوا مهنة يستطيعوا من خلالها ان يعملوا لاحقا في المستقبل. من اجل ذلك جاءت هذه الدورة التي بعنوان توجيه وارشاد الطلبة لمهن المستقبل. هل يعرف الطلبة ماذا يريدون؟ هل يعرفون ماذا يريدون أن يختاروا من مهن؟ حقيقة في هذه الدورة نتناول بشكل كبير دور المرشد، ونركز على المرشد المهني وخصائص المرشد المهني، ثم ننتقل إلى استعراض لأبرز مهن المستقبل. ويسرنا أن تكونوا معنا في coursestore.com.